بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي في تكملة لسلسلة دروس تجميعات القدرات من عام 1440، برنامج سؤال قدرات في دقيقة. بيقول هنا: إذا كان س تربيع بيساوي ص تربيع زائد 16 وس زائد ص بيساوي 2، أوجد س ناقص ص. دائما لما نلاقي س زائد ص وس ناقص ص يبقى كده أصلها إيه؟ أصلها أيوه تمام، اللي هو س تربيع ناقص ص تربيع، وأعمل لها عملية فك. هنا فكها ايه؟ س زائد ص وس ناقص ص، كلام صحيح؟ اعمل عملية تعويض الآن. طب منين س تربيع ناقص ص تربيع؟ أيوه من هذه، لو اديت ص الجهة التانية أصبحت المعادلة هنا س تربيع ناقص ص تربيع، يبقى المقدار ده بكام؟ ب16، أكتب هنا 16 يساوي، هو معطيني س زائد ص اللي هي بكام؟ ب2، يبقى هنا 2 ضرب س ناقص ص. قاسم على الاثنين في الطرفين، قاسم هنا على الاثنين فيها الواحد، 16 على الاثنين فيها كام؟ فيها الثمانية. إذا المقدار س ناقص ص هيساوي 8، وأختار جيم.